بالنسبة لأخبار المحافظات، في دمياط تم انطلاق مبادرة صيف آمن، وده على شاطئ قادرون في دمياط الجديدة. أما في الدقهلية فتم الكشف على 1326 مريض ضمن قافلة طبية علاجية. كمان في الشرقية تم توريد أكثر من 614 ألف طن قمح للشون والصوامع، وفي الغربية تم الانتهاء من رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أحداث كتير. في دمياط شهد نادي وشاطئ قادرون بلاج لذوي الهمم بمدينة دمياط الجديدة انطلاق مبادرة توعوية جديدة للهلال الأحمر المصري بعنوان صيف آمن، وبتشمل الفعاليات تدشين فرق غرف الطوارئ والدعم النفسي والتوعية الصحية والإسعافات الأولية وفريق الإعلام. في الأليوبية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة 5 فجر الثلاثاء، وبيأتي الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة توقيع الكشف على 1326 مريض ضمن فعاليات قافلة طبية علاجية خلال يومين بقرية النزهة التابعة لمركز المنصورة. ضمت القافلة 8 عيادات طبية متنوعة، وتم توفير العلاج للمرضى بالمجان. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي 21 رحلة طيران دولية من بين 150 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة، بينها 6 من بولندا، وبتجري السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم، ثم نقلهم للفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بأجازتهم على شواطئ البحر الأحمر. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي توريد اسطوانات وأجهزة حقن كلور لازمة لتشغيل المنظومات بوحدات محطات المياه، وتم توريد 57 اسطوانة كلور بتكلفة 1.140 مليون جنيه، وتوريد 128 جهاز حقن كلور بتكلفة 9 مليون جنيه لإيجاد أقصى سبل لتحقيق أعلى أمان للمياه. في الشرقية أكدت المحافظة أن ما تم توريده من الأقماح بلغ 614549 طن لمواقع التخزين بنطاق المحافظة، حيث يسمح باستلام أقماح محلية معبأة في أجولة بلاستيك بمراكز التجميع اللي بيتم نقلها للصوامع. في الغربية أعلنت المحافظة الانتهاء من رصف وتوسعة الطريق المؤدي لمجمع تدوير مخلفات القمامة بدفرة مركز طنطا، وتم الانتهاء من أعمال الأسفلت بالطبقة الرابطة بطول 1 كيلو متر وعرض 8 متر بداية من كوبري دفرة باتجاه مدخل مصنع تدوير القمامة.